الله وهذه الدعوة. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم ونفسي وبال عصيان أمره ومخالفته، وأستفتح بالذي هو خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، في سورة النور تطالعنا آيات بينات، ولعلها من أقرب الآيات إلى قلوب أكثرنا، لأن فيها الحديث عن رب العزة ونور هدايته، النور الذي لا يزال يشع في عالمنا ويخترق الأفئدة المظلمة فيحولها إلى مصدر لانعكاس هذا النور لمن حول هذه الأفئدة. في حديث المقتضب سأتحدث عن جوانب إيمانية ولغوية في آيات النور، من خلالها نستطلع معاني النور الإلهي، الهداية المحمدية، ومن خلالها نستكشف أن المساجد هي مواضع ذلك النور، وهي مراكز إشعاعه إلى البشرية. ثم إن كان في الوقت بقية نتحدث إن شاء الله حول دور المسجد المتزايد الذي يزداد خطورة مع تقدم، أو إذا شئت مع تأخر البشرية من النواحي الأخلاقية وغيرها. يقول سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا النور الذي يحدثنا به ربنا سبحانه يقول أنه ينسبه إلى نفسه، يقول: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، حتى يسترعي هذا النور انتباهك ويلين قلبك لما سيتلوه من ذكر. مثل نوره كمشكاه، تفصيل هذا الحديث يأخذ وقتا طويلا. المشكاه هي النافذة الصغيرة في الحائط، كانت في ذلك الوقت يعملون نوافذ لا تنفذ إلى الجانب الآخر، ويضعون فيها المصباح. هذا المصباح يصفه ربنا سبحانه بأنه كوكب دري، لم يشبه نوره بنور الشمس، مع أن نورها أسطع وأقوى، لأن نور الشمس إذا نظرت إليه أعمى بصرك، لا تستطيع أن تطيل النظر إلى نور الشمس. أما هذا المصباح فإنك تنظر إليه وتأخذ من نور الله ومن هداية الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: مصدر إضاءة هذا المصباح
شجرة زيتونة مباركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. التفاسير تختلف وارجعوا إليها إن شئتم، لكن هذه الشجرة لا تنتمي لا إلى الفكر الشرقي ولا إلى الفكر الغربي، هو فكر محمدي وسطي يوصل صاحبه إلى رضا الله تعالى ورضوانه. تصور أن زيت هذه الشجرة يكاد أن يضيء ولو لم تمسسه نار. من أقوال المفسرين، وأنا أختصر لكم، هذا الزيت هو هداية الله تعالى، هو القرآن. حتى لو لم تفهم، حتى لو لم تكن عالماً بالقرآن وبأسرار لغته، فإنه ينير ولو لم تمسسه نار. فإذا احتكت به أفهام العلماء وحناجر القراء أصبح نوراً على نور. ثم يقول سبحانه وتعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إن شاء الله سأترجم لكم باختصار أيضاً إلى اللغة الإنجليزية. يقول سبحانه وتعالى: في بيوت، وهذا جار ومجرور ينبغي أن يعلق، وتعليقه بما قبله لا بما بعده وهو الأرجح، تعليقه بتلك الصفات الجليلة لتلك الأنوار الإلهية. المصباح في بيت، في بيوت، الزجاجة في بيوت، توقد في بيوت. كأن السائل بعد أن استرعى الأمر انتباهه ولان قلبه يقول: يا رب، أين أجد هذا النور الذي يضيء زيته ولو لم تمسسه نار؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، فيها اسمه. أذن الله، هي من أمر الله، هي من فضل الله، لا بأموالنا، لا بجهودنا، لا بقرارات من الوزارات أو بإذن من أحد، هي بإذن الله. وأذن الله أن ترفع، الكلمة هنا ترفع، ليس فقط رفع البناء بل رفع المقام، رفع المكانة في قلوبنا أولاً وفي قلوب غيرنا. يسبح له فيها بالغدو والآصال، مكان التسبيح، مكان الذكر، مكان الصلاة، مكان عمل الخيرات. من يا ربنا، من الذين يفعلون ذلك؟ رجال لا تلهيهم تجارة، هم أصحاب تجارة، هم أصحاب أعمال ومهن، ولكن لا يتلهون بها عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون، I will إن شاء الله brother I will، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. These آيات are discussing the light of Allah سبحانه وتعالى، which Allah has descended with His mercy to the heart of people, to the heart of the believers. And of course, when you have a khatib that speaks better in Arabic, please excuse him. Maybe that khatib likes to get motivated and get charged. Inshallah, you will hear everything I said in Arabic in English. It is the language of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So please, أريعوها انتباهكم، أريعوها اهتمامكم، أنتم وأولادكم. This light that descends on people's heart, on this earth, Allah subhanahu wa ta'ala gave it the example of the lamp. And as I said in Arabic, it's long discussion. But this lamp is supplied by fuel, is fueled by oil that comes from a blessed tree, a tree, an olive tree. That oil, that fuel does not need to be burned to be smelled beautifully, to be seen as a light. The light is shining even if the light, if the fire did not touch it. Even if the light did not touch it, imagine if the light would touch it, what would happen? The Quran is a light. You don't even have to understand the details. Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is beautiful, even if you don't understand the details. But if you go deeper and you spend some time understanding the language, you will discover treasures after treasures. It will be as Allah subhanahu wa ta'ala said, نورٌ على نور, light upon light. This is the light that Allah will guide whomever He wants. Then Allah subhanahu wa ta'ala, after He attracted our attention and hopefully fired up our intention and our heart, where is this light? في بيوتٍ أذن الله أن ترفع. This light can be found for those who are having troubles with their children, for those who are having troubles with their wives, with their communities, with their business, with
understanding the purpose of this life, go to that house of Allah, because this is where you will find the light. في بيوت أذن الله. Allah subhanahu wa ta'ala is the one that gave the permission. No one else could have done this. Could you imagine 100 years ago, this land having a masjid and filled with beautiful faces and pure hearts like yours, remembering Allah subhanahu wa ta'ala with pure unity, with pure tawheed, with no shirk. This is the permission of Allah, and turfa, that these houses will be built, but this is not a physical building only. It is also an honor that you will feel in your heart. When you come to the masjid, you come humbled. You never raise your voice. You never argue with people, because you are in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, surrounded by angels who are making dua for you, making istighfar. You sit humbly, expecting the best hospitality from the most generous, from Malik al-Muluk. This is why Allah subhanahu wa ta'ala, after he described the action of these people, رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ, they are not preoccupied. They're not gone away with their mind, with their trade, with their money. عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, they remember Allah, they pray, they do the fasting. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ. Every one of us should be concerned about the day where the hearts are trembled, where the heart can be changed very easily. As some mufassirin said, they get all the way to the larynx, to the neck, out of fear. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. Allah will indeed reward them with their best of their action. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, he will give them more, because Allah subhanahu wa ta'ala يُعَامِلِ الْحَسَنَاتِ بِالْفَضْلِ وَيُعَامِلُ السَّيِّئَاتِ بِالْعَدْلِ. You will never see in the Quran where Allah says, you do good deed, you get one reward. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَاتِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. And here Allah subhanahu wa ta'ala says, what is better? Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بَهْنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ نَوْبَةِ الْغَافِلِينَ وحشرني وإياكم في زمرة عباده الصالحين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي المسلم, اتق الله في السر والعلن, واعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, يعلم السر وأخفى, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, بلى إنه يعلم. In the next few remaining minutes, I will summarize some of what I see is a contemporary role the masjid should play. Of course, it is a place for people to come and pray and collect hasanat. That's no brainer. But this masjid is a lifeboat. It is safinatun najah for everyone who wants to be saved, particularly in a society where we are surrounded by mountains of darkness, as the ayat will continue to speak about. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ, the mirage that people are following for materialistic things. Or الظلمات أو كبحر لجي تغشى, these are the darkness upon darkness, many layers of doubt, of شبهات, of doubts that people have in their mind that could eventually lead to atheism or doubting even the Quran and even the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم. Some of the critical roles of this masjid is to humble us. When you come in, there is no row for physician, row for engineers, row for farmers. There's no such thing. You could be lucky to stand with next to you that has no bank account while you have a tremendous bank account. You could be humbled by standing next to a person who, like I said, can't even read Quran, for example, but you are standing right next to him, shoulder to shoulder. Of course, it is also a place to unite the heart. Don't ever do what the opposite to that. Do not make your heart go against each other. As we heard, the Shaykh speaks of how it is important to stay united. تَأْلِيفُ الْقُلُوبِ. Of course,
We want to come to the masjid with our hearts, with our souls, not just with our bodies. And it opens tremendous doors of good deeds, whether it is making salah, making istighfar, learning about the needs of the ummah, paying charity for those who are in need. Finally, what is our role? As after we have obviously reviewed what the masjid can do to you. Of course, the first one, in my opinion, is to unite our lines, to unite our heart. Unite our heart just like we are uniting our lines in the prayers. And to come to the masjid, like I said, with your heart, with your soul, looking, searching for treatment, for therapy, for any doubts that you have had in your heart. Just listening to the Quran that has been recited, it is shifa on lima fi sudur. And of course, our job is to honor this masjid, as Allah subhanahu wa ta'ala said that He has built this masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. This is what we especially want from our youth. We want them to be part of the masjid because they are going to be, and their children, the one who will fill this masjid. قدر الشحوك لأمر قدر الشحوك لأمر لو فطنت له قدر الشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. عباد الله, اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه, واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق ويجمع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع إلا الله تعالى. واعلموا أن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه, فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على عبدك ونبيك محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس والحسن والحسين وباقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين, انصر وأعلي يا مولانا كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بأهلنا وبلادنا وديننا خيرا فوفقه لذلك, ومن أراد بهم سوءا فاجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا وفي سائر مساجد المسلمين ومؤسساتهم ومدارسهم. اللهم وقنا بفضلك الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف كل مريض وآوي كل شريد وفك كل أسير وانصر كل مظلوم. اللهم بفضلك العميم عمنا وقنا شر ما أهمنا وأغمنا, وعلى الإيمان الكامل والسنة جميعا توفنا, نلقاك وأنت راض عنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة, وهذا الجهد عليك التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.